مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجي أما بعد. عدد هذا الأسبوع ولأنه تزامن مع اليوم الوطني للفنان 8 جوان من كل سنة. هذه السنة أيضا كان في حديث عن الاحتفال بالفنان بطرق مختلفة. اختلفت التكريمات والتتويجات بداية من جائزة رئيس الجمهورية علي معاشي إلى تكريمات أخرى، مثلا جمعية أضواء أيضا التي كرمت عددا أو من وجوها فنية معروفة، أيضا جمعيات أخرى، ولكن يبقى دائما صوت الفنان ثابت وكلمته واحدة في أن وضع الفنان ما زال يحتاج إلى إصلاحات وإلى كلام آخر يجسد عمليا وليس فقط عن طريق الشهادات والتكريمات على مختلف المنصات. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال الفنان القدير محمد آدار. مساء الخير ومرحبا. مساء الخير، أهلا وسهلا. نشكركم على الاستضافة هذه وأنا مسرور بوجودي هنا معكم. ونحن مسرورون كذلك، شكرا لتلبية الدعوة. أيضا معي الفنان القدير أيضا الهاني محفوظ من مسرح باتنا، فنان في التلفزيون والمسرح. مساء الخير الهاني. مساء النور وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد بوجودي معكم. أهلا وسهلا. وعندما قلت أننا سنناقش اليوم موضوع الفنان، اليوم الوطني الفنان، وضع الفنان، قانون الفنان، المرسوم التنفيذي الخاص بالفنان، لا يمكن أن نناقش كل هذه المواضيع في غياب الأستاذ محمد صاري رئيس المجلس الوطني للفنون والاداب. مساء الخير ومرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا. وكالعاده يرافقني في هذه الحصه زميلي الصحفي فيصل ميطاوي. مساء الخير. مساء الخير أسيا لك وللاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا. اذا كما قلت كانت سهره الثلاثاء سهره خاصه تم فيها توزيع جائزه علي معاشي المبدعين الشباب في مختلف الابداعات والفنون، كذلك تم تكريم عدد من الفنانين، وكذلك كانت كاميرا الشروق نيوز حاضرة ورصدت بعض تصريحات لفنانين، يعني ما بين الإيجابية وما بين التفاؤل وما بين اليأس أيضا في أن يتحسن هذا الوضع. نتابع هذه التصريحات ثم نعود. عيد الفنان، شوف والله غير يعني ما نجمش نقول عيد الفنان، بس كل فنان الجزائري كي تشوفوا ما كان لا خدمه، ما كانش الخدمه. انا مانيش نشوف ملي بدينا رانا ما كانش المسرح ونا هما المسرحيات نسمعوا بعد مسرحيات هكذا جازوا، الافلام يعني ثقافتنا غابت بزاف على الميدان الفني. نقول ثقافه عامه، كماشي غير ثقافه عامه، راني نقول باللي راهي غايبه بزاف. ما على بالناش واش راه صاري من ثقافتنا، على بالنا الكوفيد، المشاكل الجزائر واش راهي تعاني واش الاخر. علاش دائما الثقافه هي اللي تخلص الثمن الغالي؟ لماذا؟ تحيه لجميع الفنانين كل في مجاله. يوم سعيد بالنسبة لنا، إلا أنه في السنوات الماضية هذه للأسف احنا كذلك جزء من هذه الأمة، وبالتالي يعني الجائحة هذه قصتنا شوية وقصت بعض الزملاء. نقول لهم صبرا جميلا بإذن الله، وإن شاء الله غدا يكون أحسن من اليوم للجميع. الحمد لله أن يكرم عندما يكرم الفنانون نحمد الله، ولكن أحسن هدية تقدم للفنانين وللمجتمع هي بعث الثقافة، أن يكون للثقافة مكانة فتكمل ما يقدمه التعليم. أنا أهنئ كل الفنانين الجزائريين خاصة على هذا اليوم، نتمنى لهم إن شاء الله دائما، نتمنى النجاح والتوفيق وكل والصحة والهنا والعافية إلى كل أصدقاء خاصة المسرحيين منهم. ثانيا تمنياتنا كفنانين دائما أن الوضع يتحسن أكثر وأكثر، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه بادرات خير. يعني دائما أنا دائما بوزيتيف، نحب نكون بوزيتيف، ونحب أنه الإنسان كيكون قد ما تكون إيجابي في حياتك قد ما توصل إن شاء الله. المبادرة هذه راهي تصرى خطرة في العام، ما شاء الله يعني كرام يتفكروا الفنان. وتانيتيك الفنان هذا يعني بدون الانسان لازم يتهلا في الفنان، باسكو الفنان هذا الا ما تهليتش فيه ما يمدلك والو، باسكو الفنان هذا قد ما تهلا فيه قد ما تكون معاه واقف قد ما هو يقدر يزيد يمد قد ما. هذه هي. انا نقول لكل زملاء نتاعنا
بالفنون السبعة يعني ككل. صحة عيدكم وكوراج وابقوا دايما واقفين، لأن الحقيقة الفنان يعيش أكثر من عمره بعد وفاته. إذن كانت هذه تصريحات كما قلت لبعض الفنانين الذين حضروا احتفائية توزيع جائزة علي معاشر المبدعين الشباب. ربما نبدأ معك أستاذ محمد ساري، لأنه كما لاحظت يعني تصريحات الفنانين في أغلبها فيها نبرة التشاؤم وشوية اليأس، يعني في أن الوضع يحتاج فعلا لمراجعة، يحتاج لإعادة النظر، خاصة هما يعني في العادة لا يحبون يعني أن نتطرق للجانب الاجتماعي، يريدون يعني قانونا واضحا يضمن حقوقهم في المجال، أيضا ينظم المهنة حتى يتحصل كل فنان ومبدع على حقوقه. أنت أدرى بما ربما تم إنجازه لحد الآن، هل ممكن أن نضع المشاهد وأن نضع الفنانين بشكل عام في الصورة؟ حقيقة يعني من حق الفنانين أن يتذمروا وأن على الأقل يظهروا نقص العمل الفني، نقص القوانين ونقص التنظيم العمل الفني وسوق العمل الفني بشكل عام. وحقيقة يعني حينما نرى بأن يعني بعد تقريبا 60 سنة من الاستقلال لا زال الفنان الجزائري لا يحظى بقانون شامل ينظم عمله الفني، يحدد القطاعات الفنية ويمنح له كل ما على الأقل يمنح له التغطية القانونية لكي يعمل بشكل كبير. نعم. وأنا حينما أتيت على رأس المجلس رأيت بأن حقيقة الحديث كان في أوجه حول قانون الفنان، والسيدة الوزيرة هي أيضا أصرت على أن نعمل أو أن نقدم مشروع لقانون الفنان. نعم. ولكن لإجراءات قانونية يطول شرحها قد حولنا يعني عناصر كثيرة من القانون، من مشروع التمهيدي القانون الذي قدمه المجلس إلى مرسوم تنفيذي، لأن من السهل جدا أن يصدر هذا المرسوم دون المرور على المجلس الوطني الشعبي والمناقشة وغيرها، وخاصة أن المختصين في القانون وجدوا يعني تمرير قانوني بحيث يكون الاعتماد في هذا المرسوم على قانون العمل سنة 1990 المادة الرابعة التي تحدد النظام النوعي لعلاقات العمل للفنانين وللمسرحيين. في انتظار تعديل الدستور. في انتظار تعديل الدستور وفي انتظار أيضا تقديم قانون الفنان، مشروع قانون الفنان ما زال قائما وسيعمل المجلس أيضا على تقديمه للجهات المعينة. ولكن في هذا المرسوم الذي صدر في 30 مايو 2021 في الجريدة الرسمية على الأقل فيه نستطيع أن نقول بأن بشرة أولى أو قوانين أولية تحاول أن تحمي قانون الفن على الأقل من زاوية علاقات العمل، على الأقل فيه تحديد أو تصنيف لأنواع الفنانين، على الأقل نعرف بأن القانون يصنف يقول بأن هناك 3 أنواع من الفنانين وفق طبعا نظام عقد العمل، أنه فيه الفنان الذي يشتغل بعقد عمل دائم وهم كل الأجراء الذين يشتغلون بعقود دائمة في المؤسسات العمومية خاصة التلفزيون والإذاعات وغير ذلك، هؤلاء على الأقل حظهم وأنهم عندهم حماية اجتماعية وعندهم أيضا تقاعد. طيب نبقى سنواصل الشرح لأنك تحدثت عن الحماية الاجتماعية، فأفضل أن نبقى في هذه النقطة لأنه تواصل معي عدد من الفنانين ومن الممثلين، ربما يعني من بينهم السيد رابح بن سعيد عن تعاونية الحلقة بتيارت. قبل أن يلتحق بنا عبر الهاتف من مدينة تيارت، أتمنى من المخرج أن يبت مقطعا من فيديو هما حبوا يعنونه حلم يعني ويبقى الأمل، رغم أنه ما مضمون الفيديو ربما فيه الكثير من التشاؤم المأساوية. نتابع فقط هذا المقطع ثم نتواصل مع السيد رابح بن سعيد، تفضل. يا خاوتي اعذروني، عذروا بك يا عذروا النواح، سامحوني ما بقاش كلمة زيتنا في بيتنا تفيد،
رحلة العين وتعلم القلب وصح الحل فنان في بلادي تملى الكاس وفاض والشعر السود أبيض أدعوه من ضاد خرج المنادي نادي يا الفنان هاك البطاقة والخير جاي معايا اذبوا علينا وشحال يخدموا علينا وساو باللي الفنان قلبه رهيف ما يقدرش لهذا التخاريف كذبوا علينا وشحال كذبوا كذبوا علينا وشحال كذبوا علينا يا خوتي يدروني كان هذا كليب للتعاونية الفنية المسرحية تعاونية الحلقة لمدينة تيارت وقلت رغم أنه فيه رسائل كثيرة وربما يعني رسائل عن بطاقة الفنان كان في استياء عن توزيع هذه البطاقة ربما بالنسبة لهذه التعاونية هي كانت تعبر عن أصوات الكثيرين أيضا يعني مش فقط هذا رأي هذه التعاونية كما قلت سيكون معنا السيد رابح بن سعيد من مدينة تيارت مساء الخير ومرحبا الو مساء الخير اهلا مساء الخير اهلا وسهلا راكم لاباس لاباس الحمد لله اذا تبعنا الان تبعنا الكليب حلم فنان كيفاش هو حلم فنان ولكن شفنا الخراب والدمار والسلبية والتشاؤم واليأس ما كل هذا يا رابح بن سعيد كصورة الفنان في وطننا نعم وسمعت اولا شكرا اختي شكرا العفو العفو لا شكرا على واجب ومرحبا بالضيوف نعم وربي يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله حتى الظاهرين وحتى الجنود الخفاء شكرا بالنيابة الله يحفظك ان شاء الله يعني هي الحقيقة المرة التي يعيشها الفنان على كل هذا الوطن على التراب الجزائري هي مجرد صوت مجرد صرخة كل فنان طيب رابح فقط أقاطعك لأنك تحدثت معي في الهاتف عن فكرة اللي هي فكرة الحماية الاجتماعية وفائدة نعم وكان أستاذ ساري لأنه موجود معنا رئيس المجلس الوطني للفنون والأدب تحدث أيضا عن الحماية الاجتماعية اللي يتمتع بها الفنان بعد حصوله على البطاقة وما هو التحفظ بالضبط على هذه النقطة تفضل أنا سمعت الحديث تاعو ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله حلمنا باش يتحقق هذا الحمد لله القانون الأساسي للفنان نعم صح بعض الفنانين حتى واحد منهم أنا الدين بطاقة الفنان صح عاونتنا بعض الأشياء يعني عاونتنا في بعض الأشياء نعم. هي يعني الدفع الاشتراك للضمان الاجتماعي للأجراء والغير الأجراء هذه باش تضمننا حقنا تاع الشفاء وما ذلك وحتى التقاعد. ولكن الادهى والامر الذي خيب ظننا في الفتره الاخيره كي جات المنحه منحه كورونا الكورونا هذه الجائحه ان شاء الله الله يرفدها علينا وعلى الجميع المسلمين ان شاء الله طيب التحفظ كان أنه ليس كل من يملك بطاقة فنان تحصل على منحة كورونا هذا هو لا أختي لا تفضل نعم عاونت بعض الولايات يعني معظم الولايات عاونت الفنانين بالدفعة الأولى عاونوا قاع جل الفنانين نعم
ثم خرج قرار من عند رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة مع يعني باش توظف 9 ملايين للدافعين الاشتراك في الضمان الاجتماعي الأجراء والغير الأجراء. نعم. اللي عنده هذا القانون يعني خاصة بطاقة الفنان كي اللي يطيق يخلص وكي اللي ما يطيقش يخلص هذه لظروف فنية ولظروف كي اللي ما صابش الحفلات كي اللي ما صابش يعني كل واحد المهم كاين اللي مخلصين كاين دافعين الاشتراك تاعهم كاين اللي راه كيما العبد الضعيف كاين اللي من الدوميسايز كاين اللي من الدوميسات يدفع الاشتراك نتاعو للضمان الاجتماعي والشيء الجميل اللي داروه قبل هي بان قادر تدفع في الضمان الاجتماعي يعني الاجراء والغير اجراء فهمنا نعم الفكره واضحه طيب وين المشكل انتم خلصتوا الضمان احنا خلصنا ولكن ما حصلتوش على التعويض هذا هو التعويض الاخير قال لك اودي انتم فئه ما هدرناش عليكم هضروا على الفئه النقالين هضروا على التجار هضروا على الحرفيين واللي ما عنده يعني انتم معليش راكم تشاركوا نعم الفكره هذا هو وزياده على هذا واسمحي لي وربي يجازيك وقدرك عالي شكرا وحتى الحضور الجامعين يعني وكان مش كاع الناس كاع الفنانين تابعين لندا كاين ظروف يعني كاين شروط باش تتبع لهم بعض. نعم. كاين فنانين يعني احرار تيخلصوا الاشتراك وديك مساحه ما استفادوا بوالو. شتي كي توصل الرساله وصلت وان شاء الله ستكون الاجابه من خلال برنامج وشكرا نعم. وسمحي لي لا اسمح شكرا. نتمنى ان شاء الله كنت خفيف ظريف ونتمنى ان شاء الله الكلام اللي سمعته من خونا ان شاء الله نشوفه على ارض الواقع. نعم استاذ ساري سيرد ان شاء الله. الفنان هذا الفنان ما هو طالب حتى حاجه طالب الالتفاته برك وضعيه يعني حاجة. وضعيه مستقره شكرا لك ربح بن سعيد شكرا دمتم في خدمه هذا الوطن ربي يحفظك شكرا جزيلا قبل ما نرجع لك استاذ ساري لانك المعني بهذه الصرخه خلينا نقول بين قوسين نروح لك ومن حقه ان يصرخ يعني في الظروف هذه نعم نتفهم طبعا وضع اكيد نروح لك الاستاذ محمد ادار عقود من الابداع وعايشت أهم الأسماء ما شاء الله يعني في المسرح وأيضا في السينما والتلفزيون اليوم لما تسمع صرخة هذا الفنان وناس يعني فناني كتر يعني مؤخرا بدأت أصوات تتحدث عن ضرورة التكفل وضرورة إيجاد بديل حقيقي وقوانين واضحة تحمي هذه الحقوق لا واش يقول لهم الأستاذ محمد لا في هذا القانون أنا نظن يخدم الفنانين سنسرهم بس اللي داروه ناس فنانين وناس مارسوا المسرح. سما بعض المرات فيه مبالغه. وما زاروني احنا وني اسيستي. ما نقولوش ما حاسبين كل شيء يجينا مليح يعطيني. الفنان سي با يعطيني خدم برز ودير شيء. علاش غير لي زارتيست يبكوا؟ انا جو با توجور توريني في التلفزيون نبكيها حالتي لحالها علاش نبكي؟ اسكو لو ترافاير تاع سونال غاز راكم تصوروا راه يبكي؟ اسكو تاع السيمان ولا تاع شومينو راه يبكي؟ انا يا عزة النفس يا لا دينيتي نخدم واه ندي يفو عندك ان كارير دارتيست يفو سافوار لا جيري سبحان الله الدراهم كانوا وقت خالدة التومي كانوا مزربعين بارتو بصح الناس اللي كانوا في المؤسسات المسرحيه ما كانوش في المستوى احنا ما كناش في المستوى باسكو دروك اسمحوا لي تفضل خذ راحتك لا كريتيك تاعنا النقد الذاتي تاعنا لي تياتر كاع لي تياتر خير كاين دروك 17 تياتر ولا كاع مدعمين من طرف الدوله اسكو اللي راهم يشرفوا عليه اسكو في المستوى زيد اغلبيه تاع لي زاسوسياسيون راه عندهم الدعم اعطوهم عام بعام ولا هذه اغلبيه تاع لي كوبيراتيف راه عندهم علاش ننكروا؟ راه كاين هاد الصوالح بصح اسكو لما يعطوني الدعم انا هو انا غير نعيط غير نبكي نفس كانه الهاني والله قاسموا نفس الراي راي الاستاذ لان دائما وانا عندي تجربه
في الميدان تقريبا 30 سنة. الله يبارك. ونعتبر روحي مخضرم لأني عشت مع مجموعة كبيرة من عزدين مجوبي. وأنت فعلا كذلك الهاني. أنه دائما يربطوا اسم الفنان بالتشاؤم مسكين. أصدقاء طلاب. أنا كنت نتمنى أنه الحلم الفنان ما يكونش بطاقة. لست بحاجة إلى البطاقة. أنا كفنان حلمي أنني نحقق مشروع فكري ثقافي اللي راني نحلم به، أنه أنتم تخلقوا لي الفضاءات وتخلقوا لي الجو وتخلقوا لي قانون اللي يحمي المهنة وتخليوني أنا نحقق هذا المشروع. وفي تحقيقي للمشروع أكيد راح يكون مردود مادي اللي نعيش به معيشه كريمه ونعيش معاها. لا بغيت غير نقطه برك. الماكله راهي محطوطه كما تلفدهاش وتاكلها ما تاكلهاش. حنا قال اعطيني شاول هذا. انا والله العظيم كي نشوف ان ارتيست مهما كان نشوفها في التلفزيون يبكي ذاك النهار ما نرقدش. كنا في كل مره نقولوها في الحصص وكذلك في المنابر الاخرى، يعني احنا كاعلاميين ساهمنا من تباكي هذا الثاني. يعني صحيح احنا وضع الفنان هش، صحيح احنا كما قال الاستاذ محمد صاري غياب قانون شامل كامل يحمي الفنان. كانت هناك مبادره بهذا المرسوم الجديد وهذا اول مره اعتقد يحدث في الجزائر في يوضح شنو هو الفنان. كاين بزاف فنانين يعملوا ما يديروا لهمش عقود ولا يديروا لهم عقود وما يدفعوا لهمش يعني المقابل تاع العمل تاعهم. وفي كل مره في اسيا كشفت تحدثنا على موضوع ان الفنانين لازم ينظموا روحهم ثاني. تبقى انت بالدوله ديروا لي وعملوا لي وسيلوا لي وانتم يعني في الجهه المقابله على ما ديروش منظمات وجمعيات ونقابات تحمي ودير اقتراحات ودافع. ما يقدرش الوزاره او اي مسؤول في الدوله يستقبل كل فنان وحده. لازم يكون هناك كلام باسم الجماعه بمقترع باسم الجماعه. عندك تعقيب؟ تفضل دقيقه. انا التياتر عطاني كلش هل عندك استاذ ادر 50 سنة في المسرح؟ واه اوفيسيالمون من 64. الله يبارك. شوف عطاني كلش ذاكرة تاع المسرح. عطاني السكر عطاني نوطو عطاني ولاد هذا ربيت ولادي زوجت ولادي عطاني كلش. انا اش مديت للتياتر؟ هيا اش مديت للتياتر؟ سؤال بالنسبة اللي عطاني هو كلش انا اش مديت؟ انت مديت سي محمد والله العظيم ما مديتش انا ديزيان بالنسبة للشيء اللي مديت انا. الشيء اللي انا ديته مديت. حبيت تزيد اكثر. كي نشوفوا غير مسرحية الكاتب العام اكيد متعة والله غير متعة. يعني مسرحية رائعة صح وفيها معاني كثيرة. اللي نديروا النقد الذاتي تاعنا اصحابنا النقد الذاتي كريتيك نروحوا نرقدوا نقولوا اش درنا اليوم. انا كنت نتمنى انه الفنان ما يتبكاش على الجانب المادي. يتبكى على الجانب الفني. فني يعني توزيع الافضل. الله يعطيك الصحة. اتركوني نبدا ديروا قانون ليحمي المهنة لأنه تحب الله تكره المهنة في ذاتها فيها ناس اللي راهم دخلاء المهنة وهم اللي زادوا الطينة بالله. أخلق لي قانون أعطيني قانون أخلق لي الفضاءات وخليني نبدأ. أنا العيد نتاعي هو كي نكون مبدع وكي نتقاسم هذاك الإحساس وهذيك الأفكار مع الجمهور نتاعي. هذا هو العيد الحقيقي. فقط فيصل على ذكر الفضاءات ربما خلينا نكونوا متوازنين ويكون الصوت صوت الآخر ربما صوت تعاونية الحلقة لتيارت وكاين منهم كثير في الولايات الداخلية وخاصة الولايات اللي ما فيهاش فضاءات. يعني لما نقولوا باتنا الهاني من باتنا فيه مسرح باتنا، لما نقولوا استاذ محمد ادار مسرح وهران العريق، ولكن لما نقولوا تيارت او نقولوا سعيده او نقولوا في الشرق خليني نقول يعني لكن ولايات اللي ما فيهاش مسارح ما فيهاش فضاءات ثقافيه. فضاءات لكن بعض الفضاءات اسيا مثلا نعطيك مثال بالك الاساتذه يشطرون الراي. كاين دور الثقافه. تروح لدور الثقافه كتعاونيه ولا استاذ عبد الله عنده تعاونيه يطلب القاعه ولا يطلب باش يديروا تمرينات ولا ريبيتيسيون جيب لي لوتوريزاسيون جيب لي هذه المدير ما يستقبلش. هذا واش حبيت نقول موجوده على بها. راني نقول انه ربما هادو الناس اليوم اللي يهضروا على البطاقه ويركزوا ربما على الجانب المادي لانه ما عندهمش فضاءات يوزعوا فيها الاعمال تاعهم. كاين الجيري قطر كبير. الجيري كيفاش ما عندهاش؟ يعني ما عندهاش بالك تماك بصح
فضاء مفتوح. شكون يبار الفضاء المفتوح؟ لما تكون اعمال تقدمي اعمال محترمه وتتوزعي. لكن يبقى اشكال في التوزيع. ما كانش توافق، يعني كاين مجموعه اللي تتوزع تمشي دير 20 30 عرض، وكاينه مجموعه اللي تمشي دير 5 عروس. يعني احنا لو كان ننظموا نخلقوا مقاييس للاعمال، شكون الاعمال اللي تتوزع وين تتوزع وكيف، وهذا ما بغيناه. هذا ما بغى الفنان، بغى فضاء وين يخدم. هاني هاني كنت سمحتي اسئله، النقطه هامه جدا. كاين بعض الولايات واسئله محقه في ذلك، كاين محرومه. كاين مسرحيات جميله جدا والجمهور يطلبها، وحنا يتصلوا بنا واسئله يتصلوا بها ويتصلوا بالاعلاميين يحبوا يجوا. ولايات مثل تسم سيرت مثلا ولا مسرحيه راحت راه، علاش؟ باسكو ما كاش فضاء، ما كاش قاعه. اسكو سي نورمال ولايه بحجم، انا اذكرها كمثال. يعني كاين ولايات اخرى مسرحيه تدور فيها 4-5 ولايات وتعاود تولي الادراج. وهذا وهذا واش كنت نطلب انا. خلقوا لنا فضاءات في المدن الداخليه في كل الاماكن، يعني من حق بلديه في راس جبل تشوف عمل مسرح. خلقوا لنا الفضاءات وخليونا احنا. الهاني كنت في فوضى الابواب. كنت نعم. انا اخر مره شفتك على الركح في فوضى الأبواب. من بعدها كان في عمل اخر. اكيد تعاملت مع ليش بركة مساعد مخرج في عمل. لا نحن نقول على الهاني محفوظ الممثل. كممثل آخر أعماله هي مسرحية الساعة صفر. الساعة صفر صح. أعتبرها تجربة رائعة. مع فوزي بن إبراهيم. وفي إطار تعاوني. كان ثنائي رائع. يعني مش المسرحية. عملت تقريب 750 عرض. قمنا ب 750 عرض ولعبنا، يعني وأنا كان لي يعني الحظ اني تحصلت على جائزه في الاردن وفي تونس بهذا العمل، وعمل اللي مشى بزاف وقدرنا نوزعوه. يعني انا تفكر اخر مره شفتك في فوضى الابواب اخراج شوقي بوزيد. شوقي بوزيد صح. عندي الذاكره معليش ما زلت شويه. طيب صح لانك المعني الاول بالاجابه. نعم والمتهم الاول ايضا. جاء في الكليب يقول الفنان هاك البطاقه وكذبوا علينا. طبعا بين قوسين كذبوا علينا. تفضل استاذ. الفنان يبالغ من حقه ان يبالغ، يعني وحق الادب هو ايضا فيه كثير من المبالغه، ولكن في غياب القوانين التي تنظم العمل الفني يحدث كل شيء، ويتحول النشاط الثقافي والفني الى فوضى، وهذا ما يجعل يعني كثير من الفنانين يعانون، خاصه اولئك الذين يشتغلون على لحسابهم الخاص، اولئك الذين يشتغلون بعقود مؤقتة وهؤلاء يشتغل شهر ويبقى بلا عمل ربما لمدة شهور. لكن أستاذ محمد ولهذا طلعتك سؤال على موضوع البطاقة. أنا جاي قال لك البطاقة تعطوها هنا واش ندير بها؟ واش تعطيني كمزايا؟ أنا جاي جوستوم. هذا هو حافظ الدرس أستاذ. لا نجاوب، لأنه حقيقة يعني البطاقة، أنت حينما تمنح بطاقة الفنان باش يديرها في جيبه ويسخنها رابان يعني لا، ولكن شوف البطاقة أولا يستفيد منها خاصة أولئك الذين يشتغلون لحسابهم الخاص وبعقود مؤقتة. لماذا؟ لأن هذه وهؤلاء مثل ما تعرفوا لا يملكون حماية اجتماعية، وبالتالي ما عندهم يعني بطاقة شفاء، ما عندهم ريجيم دو غوتخات، ما عندهم والو، وبالتالي على الأقل البطاقة، خاصة البطاقة قانونية وفيه مرسوم تنفيذي تاع أكتوبر 2020 يعطي لها الصبغة القانونية، لأنه في البطاقة القديمة كانت بطاقة بلا قانون يحميها أو يحددها. إذا بهذه البطاقة يقدر أولا مع الضمان الاجتماعي يسجل، ياخذ رقم الضمان الاجتماعي ويدفع الاشتراكات. انتم كنتوا تحكيوا على الفنان لاسيستي كما قال سي محمد الذي يشتكي. الفنان ايضا لا يتصور بان الدوله هي التي تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. في هذه الحاله ما سي محمد عنده الحق لما يتكلم على عمال البناء، ونعرفوا في هذه الكورونا كثير من العمال خرجوا في بطاله وكذا، شركات غلقت، نتكلموا على 7000 شركه غلقت. هؤلاء من يدفع لهم اشتراكاتهم؟ هذه الاشتراكات من يدفعها؟ يعني غير الفنان اللي، ولهذا الفنان ايضا ينبغي ان يتعلم على تسيير حياته المهنيه، بمعنى ان ما دام القانون فيه مرسوم التنفيذي تاع 2014 وبطاقه الفنان يستطيع على الاقل ان يدفع اشتراكات ويحمي نفسه. تحمريض اليوم العائله تاعو تحت تمريض، ولادو تاعهم يوصل ل 60 طون ما يقدرش يخدم على الاقل عنده اون غوتخات.
وموان يكون دفع الاشتراكات كما كل العمال الاخرين يعني. هذا هذه النقطه الاولى. وهو لازم يعي المسؤول أيضا، الفنان ينبغي ان يعي بانه ينبغي ان يدفع الاشتراكات الى الضمان الاجتماعي كي يضمن الحمايه الاجتماعيه ويضمن التقاعد. هذا هذه هي الفائده الاولى تاع بطاقه الفن. الفائده الثانيه هو انه يمكن ايضا بانطلاقا من هذه البطاقه ومن هذا المرسوم وتحديد القطاعات الفنيه ان يبدا الفنان في خلق شركه يعني مؤسسة باسمه الخاص وباسم مهنته الفنية. يعني يمكن الآن مع وزارة المالية يعني يتحصل الفنان على ما يسمى النيف لنميرو ديدونتيفيكاسيون فيسكال، يعني رقم التسجيل الجبائي. هذا رقم التسجيل الجبائي وما معناه؟ معناه أن أنت تكون عندك شركة باسمك وتبرم العقود باسمك باسمك. وطبعا انت لما تكون عندك شركه توغان دو لارجون كي تربح الاموال، معناها ايضا انت في المقابل ينبغي ان تدفع حقك للضرائب وتدفع ايضا حقك للسكيورتي سوسيال وغير ذلك. وهذا الاشكاليه اين تقع؟ انا نعرف يعني تحدثت استقبلت كثير من الفنانين ومن النقابات، ولما نتكلموا على النقابات والجمعيات ايضا انا نقول لك بلي كثير من النقابات وكثير من الجمعيات هي عباره عن يعني كيفاش نقولوا صوره ظاهره ولكن فارغه من 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 قوقعه فارغه. قوقعه فارغه لارجون دو بار. لا لا شوف 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 شو احنا رايحين في الخريف المقبل نتكلموا على قانون الفنان. انا نفضل انه كل النقابات كل الجمعيات تساهم. احنا عندنا مدونه، عندنا قريب حوالي هنا يعني 20 صفحه حول القانون مثل ما يعني كاين قانون التحذير. لا لا مشروع تمهيدي، مشروع تمهيدي حضرتوها مشروع مرسوم تنفيذي. لا 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 ماشي مرسوم، هذا مرسوم حول قانون الفنان. لا قانون الفنان اكثر من هذا، فيه نسخه حول قانون الفنان واستلهمت من القوانين المتعدده. ونرجع لك وينبغي لل النقابات والجمعيات وغير ذلك ان تساهم باقتراحات ملموسه. تقول لي مثلا انتم تطلبوا الفنان راه في وضعيه مزريه، طيب اعطي لي اقتراحات قوانين، اعطي لي ما هي الاقتراحات. وانا يعني انا واقعي اتفهم بان يعني وضع النشاط الفني، لا نتكلم عن الكورونا يعني حتى في زمن قبل الكورونا صعب جدا يعني هو فيه صعوبه، لانه النشاط الثقافي كما نقولوا مثلا بانه الكتاب ليس لديه قراء، نتكلم ايضا بانه المسرح ليس لديه جمهور، او نقص الفضاءات كما كان يقول الاستاذ، او نقص قاعه السينما. معناه ما عندوش جمهور. لا 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 معليش يا استاذ، شوف هو ولكن 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 الجمهور المبادره يا شيخ. احنا لازم كلنا الفنانين المؤسسات الاعلاميه الى غير ذلك تحاول تخلق جمهور. انا نقول لهم مثلا بالنسبه واحد المره نتناقش مع واحد مخرج مسرحي بقى يتكلم على قال لك نروحوا في المدن نديروا دورات وكذا. قلت له شوف، قلت له مولير لما كان يروح بالشريطه يروح دو فيلون فيل دون لي فيل دو فرنسا واش كان يدير؟ كي يوصل للمدينه صبيحه كامله هو يطوف حول كل شوارع المدينه ولا القريه ويعلن ويعملوا نشاطات بهلوانيه وغير ذلك الترويج، ويدعون السكان الى حضور المسرحيه التي ستبث في الخامسه مساء او السادسه مساء. طيب احنا وراه المخرج اللي يدي بتي فورغو افيك اون بارلور ويروح يدور في المدن ويقول يا جماعه رانا عندنا اشياء مسرحيه ويروح مع الصباح. نقطة مهمة أستاذ ساري، تريد أن تعقب أيضا يعني من جهة القوانين، ولكن من جهة الدولة من حقها أن توفر القوانين وأن توفر الفضاءات، ولكن أيضا بالنسبة للفنانين من حقهم أيضا أن يبدعوا في قضية الترويج وترافق المشاريع. إيه وترافق، لا طبعا الدولة ترافق المشاريع. نعم اسمح لي تفضل أستاذ آدم، خلي أستاذ ساري فقط يعقب ونرجعوا للنقطة. السيرك لما يجي للجزائر ست شهور قبل لي زافيش مع الغين في ديك الولايه صح. حنايا يعطوها ان تياتر ريجيونال ولا ان تياتر من اهياء يعطوه 800 مليون نزيدك لا قبل ما نوصل لهذيك. فيلم في ماريكان تحدث تفضل فيلم نعم في ماريكان يكون 30 مليون دو دولار. لا بروموسيون تاعها يخسروا عليه 60 مليون دو دولار بصح في شهر الاول يدخل دراهم. حنايا يعطون مثاله 800 مليون pour une pièce de théâtre. ما يخسروش عليها مليون. مليون للترويج. كيف بغيت هذا الجمهور يجي؟ بعض المرات نروحوا نلعبوا في لي تياتر.
يا والله العظيم والله العظيم يا بعض المرات العمال اللي تمك ما على بالهمش باللي باغي يلعبوا. كيفاش الجمهور يعرف؟ هو كاين صح سي محمد عبد الله كاين مشكل تاع ترويج بالنسبه للمسارح الجماعيه والتوزيع والتوزيع وهذا تن عليه عده مرات يعني التوزيع ما نخسروش فرانك على التوزيع ونقولوا هو قصده يعني لازم يخبروش الجمهور والكتاب يا استاذ وسائل الاعلام مثل التلفزيون وكذا لماذا لا تقدم ترقيه للكتب لان الناشرين الناشر نفسه لا 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 معليش شوف شوف الناشرين اغلبهم جزاك نو معليش الناشر اغلبهم الا من انت كيفاش يعطوك مليار للروايه باش تطلعها ما تخسرش عليها مليون في الجورنال ربع باجا ولا تحصل الحاصل انت شكون يعرفك؟ ما كاش اشهار تفضل هاني عندك تعقيب حتى المؤسسات العموميه ينبغي ايضا ان تعمل ان تخصص مبلغا ماليا للاشهار الثقافي معناه الترويج للكتاب الترويج للمسرحيه الترويج للفيلم تعلو الترويج للكليك كليك كليك وانت اش دير يعني انا داير هكذا نقول تفضل هاني عندك العمل العمل كيعود يطلع العمل وهو ينجز نخلقوا له نبداو نخلقوا له اشهار ونبداو نديروا له غروند بيبليسيتي سبحان الله في الدول المنول اعمال بيكمل العمل راه موزع العمل تاعو عنده تقريبا 40 عرض صح. علاه؟ لانه بدا الاشهار والعمل راه يطلع هذه حاجه على بالك علي محمد خلي فقط يكمل فاز ولا تحوش الفكره باش تبقى في الفكره تاعو تفضل علاش كيفاه الترويج؟ لان المسرحيه فيها مقابل يعني كي يدخل للجمهور يدفع الثمن كي تولي المسارح يولي الولي المسرحيه كي تعرضها تجيب لها مردود للقاعه تولي اوبليجي مجبره باش دير اشهار ولكن كي ما تخدم باطل تخدم بغراتويت لو كان دير اسمح لي لو كان دير اشهار تفضل هاني اشهار للعمل وعمل اللي يكون عمل يعني عمل جيد محترم اكيد اكيد ممكن دير دعوات في العرض العام العمل راح يستحسن الجمهور وراح يجيوك بلا بيتري وهذه احنا في مدينه باتنا جربنا هذه القضيه ويجي الجمهور يسلك لابيتري تاعو ولا صال تقريب دائما معمر انا حبيت نروح في هذه الفكره بالنسبه للمسارح ينبغي ان نتوقف على ما يسمى بالدخول المجاني نعطيو دعوات وكذا لا نتكلموا لا خاص المسرح السينما على كل نشاط ثقافيه من المفروض في الباب كل واحد يدفع ولو ثمن رمزي للمشاهد وهذه الاموال وين تروح؟ تروح للدعم الانتاج الفني طيب وتروح يعني حاجه برك اذا سمحتي لي اخر عمل كل عمل قبل الاشهار تفضل سمعت كل عمل يقدم لازم يرافقوا ناقد مسرحي انا نشوف باللي الحركه المسرحيه اللي راني عشتها تقريبا انا الممارسين قدموا كثير ولكن النقاد غايبين نوعا ما سنواصل في هذه النقطه الهاني وايضا سنتطرق لربما موضوع فرعي اللي هو بما انه راك هو الاستاذ محمد ادار هنا وايضا راك هنا الهاني نروحوا شويه نوستالجيا لانه لما نقول محمد ادار نقولوا جيل كامل يعني اللي لازم نتوقفوا عن ابرز الاعمال وهذا الجيل اللي خدم في ظروف ايضا صعبه ما كانتش ظروف سهله ولكن رغم ذلك ما زالت اعمال خالده سواء في المسرح او في السينما او في التلفزيون ولكن بعد هذا الفاصل ثم نعود. إذن عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل النقاش كما قلت عدد اليوم خصصناه لليوم الوطني للفنان 8 جوان من كل سنة أيضا تحدثنا عن جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب وشفنا المتوجين الشباب هذه السنة أيضا تحدثنا عن بطاقة الفنان ربما قبل أن نروح شوية نوستالجيا معك أستاذ محمد آدار نرجع لك أستاذ ساري في البطاقة الرقمية تم توزيع أولى البطاقات الرقمية سهرة الثلاثاء بأوبرا بعلام السايح نعم يعني أردنا أن نمنح لهذه البطاقة التي أصبحت بطاقة قانونية ويمكن أن يستخدمها الفنان في مجالات متعددة أن تكون رقمية حقيقة وقد تم توزيع البطاقات الأولى وابتداء طبعا من الآن سنقوم بتوزيع
باستصدار هذه البطاقات لكل من يطلبها، وطبعا من يطلبها ومن يكون ملفه قد استوفى شروط الفنية. شروط الحصول. أنا فقط أريد أن أقول بأن أؤكد على المرسوم التنفيذي هذا الذي يتحدث عن علاقات العمل الفنانين والمسرحيين الذي صدر في الجريدة الرسمية في 30 ماي 2021. خاصة أريد أن أتكلم عن عقد العمل، يعني لأول مرة يعني يحدد عقد العمل الفنانين مع المستخدمين بقانون. عنده طبع إجباري سمحنا. لا عنده طبع إجباري طبعا مرسوم تنفيذي، لأن كان بزاف الفنانين لسألناهم ربما أسعى علم يقول لك ما على بالناش بالقانون ما مش لا صدر منذ وحتى المنتجين يقول لك ما على بالناش لا الآن هو القانون صدر منذ أسبوع. هل هو المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم المهنة الفنانين والمسرحيين وخاصة يخص عقد العمل؟ العقد العمل الآن يصبح إجباريا كتابيا، يعني يجب الفنان من حقه أن يطرف كلما أبرم الفنان عملا أي عقد عمل مع مستخدم ما، إلا من حقه أن يطالب المستخدم بأن يمنحه عقدا كتابيا يحدد فيه كل مواصفات العمل الفني، طبيعة العمل الذي يقدمه، المقابل المادي الذي يتلقاه، وكيف يتلقى هذا العمل. في حالة الرفض سي محمد، في حالة الرفض لأن كان بعض المنتجين بعد نعرف هذه الأسرات عدة مرات ربما قبل المرسوم، كاين فنانين يروحوا عند المنتجين ما يعطيش عقد، يقول لهم بعد يدير العمل وينجز العمل ومعناته باش يدفع له المقابل تاعو يخليه يشري باسكو ما عندوش مقابل. هل الفنان كي يروح يقوم بعمل كي في حالة الرفض، يعني المنتج يرفض ما يعطيش عقد، واش يدير الفنان؟ عنده هو وسائل هو في يعني في لا هو الإشكال تاع يعني من المفروض أنه المستخدم لا يحق له أن يرفض لأن فيه قانون يجبره على إعطاء عقد عمل كتابي فيه كل المواصفات تاع في حالة ما رفض. لا في حالة ما رفض هنا تدخل ما يسمى عمل النقابات. هنا تدخل أنه الفنان ينبغي أن يكون يعني مندرجا ضمن نقابة تدافع عن حقوقه. يعني في هذه الحالة يمكن أن يدع يعني تظلما لدى النقابات، والنقابات مثل في كل بلدان العالم تدافع عن حقه. لأنه في الحالة المشكلة أين تقع؟ وأنه فيه ممكن واحد فنان راه بطال بدون عمل سيقبل يقول لك معليش انا ما عنديش نقبل نخدم حتى بلا عقد. اي بالعقد يعني استاذ راي بالعقد نعرف عندي اصدقاء بالعقد وما همش يخلص وما داوش حقوقهم. لا 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 بصح الان مادام فيه قانون يمكن للفنان ان يرفع دعوه قضائيه ويقول بانه فيه قانون في مرسوم تنفيذي يجبر المستخدم على ان يعني يعطيه عقد كتابي ويحدد المقابل المادي وكيفيه الدفع. لكن القانون غير ذلك يعني القانون يتقوى بالنقابات. هذا طبعا لا نتيجه لا القانون يتقوى بالنقابات ويتقوى بالعداله ايضا حتى العداله والعداله وش يدير يعني انت اذا كان يمكن واحد يعني خاصه اذا كان انت مضيت عقد والمستخدم رفض ان يدفع لك مقابل المادي. في كل العقود فيه بانه اذا كان اللي تيجي اذا كان كونتونسيو طبعا في البدايه يحل بالتراضي، ولكن حينما لا يستحيل يعني التفاهم بين الفن وبين المستخدم فيه اللجوء للقضاء. طيب هذا هو القانون. هذا ما يتعلق بتنظيم المهنه استاذ صالح. طيب ما تعلق بالتكريمات، نرجع لكم استاذ محمد عدار وهاني محفوظ. شفت ايضا تعليقات من فنانين اللي ما عجبهمش تكريم او تكريمات بمناسبه اليوم الوطني للفنان. كاين اللي قال لك التكريم ماهوش ورقه ممضي عليها، واحد يقول لك التكريمات ماهيش يعني اطقم الله كيفاش نقولوا لهم دي سيرفيس كافي يعني فنجيل نعم او ربما ساعات للحائط. فمثلا انا لفت انتباهي منشور للكاتب عيسى شريط اللي نحيوه اللي قدم نداء للفنانين المبدعين، يقول انه يجب ان نتحد ونؤسس صندوق خاص نساهم فيه جميعا بانتظام، وكل سنه عندما يوصل وقت اليوم الوطني للفنان نحن من نكرم بعضنا البعض بطريقه كما فهو قال محترمة بعيدا عن هذه التكريمات الرمزية أكثر منها تكريمات حقيقية.
وهو تحدد طبعا على تجاربه، قال لك يعني رحت وين ما عطوني فناجل، رحت وين مدوا لي ساعه، رحت وين مدوا لي ورقه. طبعا وليس الوحيد، ولكن هذه مبادره اطلقها ولاحظت انه كان في تفاعل من الفنانين يرحبوا بالفكره. ما رايكم؟ تفاعل بالكلام، أنا تفاعل بالكلام، لأنه هذه مهمة النقابات والجمعيات. الجمعيات بالفضل لا تكتفي بالثرثرة وبالكلام وباللقاءات، ينبغي أن تبادر إلى مجموعة من المبادرات مثل هذه التي تكلم عنها هذا الصندوق. يمكن مثلا واحد يكون مريض يساعدوه، لما ننتظر فقط من الجهات العمومية؟ يعني وهنا يدخل المجتمع المدني ويدخل هذه المبادرات اللي ممكن. طيب تعليق منكم انتم الفنانين. انا شخصيا رايك في المبادره؟ أنا ارى ان المبادره يعني جيده من فنان حب يكرم فنانين بطريقه تليق بهم ويخلق صندوق. انا نشوف باللي مبادره مليحه. طيب سي محمد ادار، مبادره مليحه كما قال، مبادره بالصح، مبادرة تاع الوزارة ما يلقش نلغوها. هذا مكسب للفنانين، ماشي حاجة مكسب نروحو نضيعوها ونجي حاجة ما دام هذا زايد. وعلاش لا؟ هو يعني في المنشور ما قالش بالضبط انه تكريمات الوزارة، ويقول تكريمات بشكل عام، يعني جمعيات احيانا. لا شوف، هو التكريمات بالعادة سي محمد عدار وكاين ما يكرموش الفنان، هاو ما كرموش ونساوا وخلاوا ومشوا يكرموه على كرموه على كرموه، هذا ما كرموش، هذا عندنا ثاني مشكل. واش هي المقاييس تاع التكريم؟ واش هي مقاييس التكريم؟ كاين بعض الفنانين اللي هو التكريم له الجانب المعنوي اولا، اكيد اعتراف بانه هذا يعني بالأمة بهذا الفنان بأنه عنده مكانة في المجتمع وكان. هذا الشق الأول. الشق الثاني صحيح عند البعض يشترطون، يقول كان تكرمني بورقة، تكرمني بسيرفيس، كان طريقة التكريم، يعني كان طريقة هو كنت بلدية صغيرة سي نورمال تعطيك ورقة، ما عندهم شيء. كي تكرمك أنت وزيرة سي نورمال تعطيك حاجة أخرى، والالتفات مليحة. هو ما كانت الهيئة اللي كرمتك على حسب الإمكانيات اللي عندها. أنت شوف أنا أرتيست ما عنده والو، راه يلعب لي كيما يصفقوا عليه الغاشي سي الدنيا وما فيها. طيب انا نحبس عندك الفنان اللي صفق عليه الغاشي الى الدنيا وما فيها لما يصفقوا عليك. طيب استاذ محمد ادار، الدنيا وما فيها انهم يصفقوا عليك وصفقوا عليك منذ 1964، الله يبارك، يعني شحال اكثر من 5 عقود ولا 6 عقود. طيب نروح انا ابرز العروض ربما والاعمال المسرحيه اللي نعرفوها يعني على تقريبا كامل، كل واحد وحكمه، والقراب الصالحين، ولد عبد الرحمن كاكي، والاخضر بن خلوف، جمال بن صابر اللي نحيوه ونتمنى له الشفاء العاجل. عمي جمال ان شاء الله الشفاء لا يغادر سقما ان شاء الله. ايضا الخبزه اللي علوله طبعا اللي خدمت معاه كثير. هذا بالنسبه للمسرح. انا خيرت هذه الاعمال، انت عندك الله يبارك الكثير من الاعمال المسرحيه في السينما كذلك، في السينما والتلفزيون ايضا. طيب نتحدثوا على ولد عبد الرحمن كاكي علوله، كاتب ياسين لومسون دوكاويتشو. طيب تعاملك مع هذا الجيل ثم بعد ذلك تعاملك مع جيل جديد، هل كان صعيب عليك انك وماذا تغير؟ انا كنت نتمنى غير نهضر معاهم كما حبيب رضا في سلطان حاير. انا كنت هذا غير بالنسبه لي حاجه عظيمه، كان عضو في الفرقه الفنيه جبهه التحرير الوطني. كنت هادو السيدي بالنسبه لي حاجه عظيمه، مصطفى كاتب حاجه عظيمه، هادو هما اللي بهم جا المسرح الوطني، بهم اللي زادوا في لا ناسيوناليزاسيون تاع التياتر. فيهم هادي كاكي، ولد عبد الرحمن كاكي، سي سمع عبد الجلال الجيل الذهبي سي محمد، هذاك وانا فخور به، فخور لينا من عندهم على المحب، على المحب لا فيزيون في التياتر عنده في لو موفمون سير سان وكلش، ما كانش حد اخر كيما فيما يخص الموفمون سير سان كيما عندنا المحب. انا خدمت معاه انت اللي قاتلت الوحش، دعني سالم، خدمناها في تيم كاد، خاطر تيم كاد زمان كان مهرجان المسرح، بعد قلبوه ولا هذا هادو ولا موسيقى، هادو انا نفخر بهم. كي تقول كاكي تقول تراث، كي تقول كاكي تقول حلقه افيك ديوان الكراكوز، ياك ديوان الكراكوز، وهادو سيدي مونستر هادو. ومع اللولا سي محمد، وايضا مع اللولا سي لا ديسيبلين، انضباط اللولا سي الانضباط، اللولا سي الكلمه ما ينقش فو لا سوليني،
ما ينقش تروح هكذا ولا سمى كلمة عندها معنى في النص كلمة شوف ولا ما يهتمش الحوار ما يهتمش بزاف بالديكور ولا مالغري هذا ويدير ديكور بس بالنسبة لي الديكور ماهوش أولوية يعني. الأولوية للممثل الممثل زعما هو الأصل هو الأصل باسكو على الأولى ستان كوميديان وستان تري بون كوميديان ماشي قال أنا نقول لك أنا شتا في روز روز بور موا روز روز بور تاع مع حمق سليم كيفاش كان يمثل هذا الفوار روز روز بور موا خاطر هذه حمق سليم يبي الاخر كوجيو قبل خاطر كوجيو قبل جا قبل ما تجي ياك اخويا قبل ما تجي حمق سليم كوجيو دار لا تورني في الجيري كوجيو سيرتان مومون كي يطيع تشوف ما في وجهه حاجة عظيمة كوجيو فو فوار على الأولى في روز روش بور موا زعما على الأولى سي لا ديسيبلين على الأولى سي لو كوميديان على الأولى ماشي هاك ولا ما يلهاش بالصوالح الصغار يلهم بيك تا الأداء نتاعك ها من عام لأن المسرح هو الممثل بالنهاية هاي الممثل كيما شغل فرجة فرجة كي تعطيه انت الاداء اللي يجيب الفرجه الحقيقيه طبعا والنتيجه اكيد. طيب وتحدث ايضا الهاني محفوظ قبل الاشهار حكيت على انه من الجميل ان يرافق الاعمال المسرحيه والتلفزيونيه والسينمائيه النقد ايضا. سمعني بغيت غير نزيد نضيف تفضل. لعبنا المايدة كلمه حلقه ما كانتش مي كي كنا ندور الكار وندور كاميون ونروحوا نلعبوا في الدواوير هكذا كي نحطوا لاسان كي نحطوا لاسان ونديروا الكار مورا باش نبدلوا ديكور ولاو الفلاحين وكلش يتداوروا بينا ولات حلقه ولات حلقه تسمى لا سيتياسيون ديك تاع المرا هي اللي خلقت الحلقه في المايدة. ان شاء الله نرجع فيصل فقط ما نخرجوش على الموضوع لانه الوقت طبعا داهمة عند علولة الحلقة عند علولة هي تحتاج بنفسها تحتاج لعدد من الحصص يعني لانه تقريبا كانت شكل يعني تجربة وشكل اشكال المسرح الجديد كما نقولوا الحديث التجريبي. طيب تحدثت على النقد اللي لازم يرافق هنا ربما نحكيو على بوزيان بن عاشور استاذنا بن ديمراد واسمه فيصل اللي قرينا عنده كمال بن ديمراد نحيوه طبعا في تلمسان كاين الاستاذ محمد كالي كاين احمد حمومي كاين احمد شنيقي احمد شنيقي طبعا استاذي الغالي وايضا كاين عبد الكريم غريب يعني فيه اسماء انا نشفه يعني في العشر سنوات اللي فاتت وين كان العروض وين كاين المهرجانات كاين هاد الكتاب النقاد الصحفيين اللي رافقوا العروض. لا عشتها يعني في التسعينات لما خدمنا مع عز الدين مجوبي مسرحية عالم البعوش اللي الناس تعتبرها مقياس في مقياس أجمل المسرحيات المسرحيات وإن كان عز الدين مجوبي أول تجربة نتاعو يعني خارج العاصمة خارج المسرح الوطني وخارج العايطة وين جاء شباب اللي في البدايات وغامر بالنسبة ليه كانت مغامرة وبالنسبه لنا احنا كانت تجربه اللي لازم نقدموا فيها شيء اللي يكون لازم يكونوا في المستوى مسرحيه عالم البعوش وهي في المونتاج كانوا يتبعوا فيها النقاد ويتبعوا في المسرحيه الى لعبت 50 عرض وهم يواكبوا في العرض وثروا لنا العرض من كواليس تحضير حتى للعرض الاول للعمل المسرحي ولهذا العمل أنا شفت بلي مسرحية عالم البعوش خذات وزن وخذات قيمة كبيرة وتوزعت توزيع كبير. هذا طيب. هذه لو سمحتي آسيا هذا ما هو موجود في كثير من الدول في برودواي في الولايات المتحدة المدرسة الكبيرة للمسرح كاين لابون بروميير وكاين جينيرال. لابون بروميير يجوا النقاد على لمدة عدة أيام يشاهدوا المسرحية ويصوبوها مع الممثل مع طبعا المخرج وكاتب السيناريو كاتب النص قبل ان تنتقل الى الجمهور. هذا يعني متعارف عليه احنا نقدروا نديروها في الجزائر مش ان شاء الله ان شاء الله فيصل يعني حتى في اسمحي لي برك تفضل هاني فقط بسرعه في بدايات انك في المونتاج يحضر معك واحد ناخذ مسرح ويتبع العمل ويواكب العمل ويزيد يترك ويزيد
هو كناقد يقدر يوريونتي مام المخرج في اشياء. يعني هذا ما يجب ان يكون ويبقى الامل. خلينا نختم بالامل ونختم ايضا باهم الاحداث خلال هذا الاسبوع. كان فيه اليوم الوطني للكتاب ايضا مرسوم رئاسي يكون نعم للكتاب والمكتبه. وايضا كان فيه نعم كان فيه اطراء للمركز الوطني للكتاب بقوانين جديده. سنرجع لهذا الموضوع في الاعداد القادمة. أيضا كان في خبر جميل أعلن عنه أنور حاج إسماعيل اللي هو ابن الفنان القدير حاج إسماعيل اللي قال أنه تماثل للشفاء الحمد لله على السلامة. أيضا كان فيه ثاني ظهور للفنان القدير صالح أقروت بعد إجرائه العملية الجراحية. كانت السيدة زوجته فاطمة بالحاج المخرجة والمنتجة فاطمة بالحاج كانت صباح الأربعاء نشرت صورة جديدة وهي ثاني صورة بعد إجراء العملية. إن شاء الله شفاء لا يغادر سقما ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. إذن تقريبا هذا ما حدث خلال الأسبوع. وأيضا ربما خبر إيجابي أعلنت عنه السفارة الأمريكية في الجزائر عن عمل جديد فيصل اعتداء لاتونتا لياسمين خضراء اللي راح يكون نعم الرواية راح تحول فيلم نتفليكس. لا هذه المرة بالنسبة لنتفليكس يعني تتحول إلى سلسلة. سلسلة إلى سلسلة نعم. من أخرج الفيلم زياد دويري والمخرج اللبناني اعتداء طبعا تهجم. كان هناك انتقاد كبير عندما خرج الفيلم. كان يجمع على الفيلم وكان جاء ضد الفيلم لأنه ركز على بعض الأشياء غير موجودة في الرواية. غير موجودة في الرواية وأشياء كثيرة الفلسطينية موجودة في الرواية وغير موجودة في الفيلم. والأخضر طبعا ياسمين الخضر تبرع واحتج. ولكن هذه المرة ما هو مهم أسيا هو أن تنتقل لنتفليكس وهي بلاتفورم هامة جدا في العالم. أعتقد شيء يعني جميل بالنسبة لكاتب جزائري مثل ياسمين الخضر. سنرى كيف ستخرج طبعا إخراج يكون مهم جدا. نعم إذا كانت هذه أهم الأخبار. طبعا ممكن في الأعداد القادمة يكون تواصل مع الكاتب محمد مسهول المعروف بياسمين خضرة للحديث عن هذا المشروع مع المنتج الأمريكي. أيضا يعني ختامها أيضا سيكون ربما خبر مؤسف اللي هو رحيل الإعلامية والكاتبة المعروفة فضيلة مهري المعروفة بندى مهري في الوسط الأدبي. وهو الخبر الذي فاجأ جميع من عرف هذه الكاتبة وأيضا الإعلامية. وأيضا كانت من في خلية الإعلام كانت نشيطة جدا في منظمة المرأة العربية. فيعني كثير من شفنا التعازي والتفاعل مع الخبر من مصر الشقيقة بحكم إقامتها هناك لسنوات. وأيضا من مختلف الدول العربية من كاتبات وكتاب وروائيين. ربما أستاذ محمد ساري كلمة عن رحيل هذه الكاتبة بعد معاناة مع المرض ابنة الحروش ولاية سكيكدا. الله نترحم عليها وخاصة أن خبر يعني وفتها نزل علينا كفجعة لأنها هي مازالت شابة. صحيح يعني. وهي هاجرت إلى مصر كي يعني تتفتح عبقريتها. وقدمت الكثير وقدمت من الأعمال. وقدمت الكثير سواء على المستوى الصحفي أو على المستوى الإبداع. إبداع نعم. ولكن ما هو كل ما نتمنى أن يعني تبقى أعمالها وأن يهتم الناشرون بأعمالها بإعادة نشرها كي تصل إلى القراء. يعني إن شاء الله. وإن شاء الله تكون حاضرة من خلال كما قلت أعمالها في الطبعة القادمة من المعرض الدولي للكتاب. إذن كانت هذه أبرز الأحداث خلال الأسبوع رصدها لكم برنامج أما بعد. وأيضا ودع ضيوفي لهذا العدد طبعا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد آدار. وإن شاء الله ما زالت أعداد قادمة وين نحكوا على المسيرة والمسار يعني. أيضا شكرا لك الهاني محفوظ تشرفت بحضورك من باتنا ومن وهران. كان العتب من بعض المشاهدين ما يجوش فقط القاطنين في العاصمة. لذلك أنا كل ما يكون هنا يعني مبدع سواء في الأدب أو في الفن موجود في العاصمة يعني نديه في انتظار أن نذهب إليكم حيث كنتم. شكرا أستاذي محمد ساري يعني رديت على الأسئلة وقدمت الأجوبة. وإن شاء الله يكون ربما
فيه الآن صورة واضحة. إن شاء الله إذا يكون سنصل إلى إصدار قانون للفنان. إن شاء الله. هذا مشروع كبير، ورشة كبيرة نتمنى أن تتحقق إن شاء الله بمبادرة الجميع. إن شاء الله. المجلس الوطني، شكرا شكرا أستاذ محمد ساري. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك فيصل ميطاوي زميلي الذي ترافقني دائما، شكرا على إطراء النقاش. نعم هاني تفضل. كلمة برك للفنانين، نقول لهم تفائلوا لأن الفن عالم الخير والحب والجمال بالمفهوم الواسع. هذا مش نقدر. وبهذه الرسالة الإيجابية من هاني محفوظ أيضا تفائلوا للجميع، لكل مشاهدي شروق نيوز وبرنامج أما بعد، تفائلوا خيرا تجدوه، والسلام عليكم.